أهلا بكم. لماذا يعتبر العراق دوليا بلد الإخفاء القسري؟ لماذا القوانين والاتفاقيات في العراق مجرد حبر على ورق، على الرغم من مصادقة العراق على اتفاق حماية جميع الأشخاص من جريمة الإخفاء القسري، إلا أنه سجل أعلى نسبة للمخفيين قسريا في العالم بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي أشارت إلى أن أسر الضحايا تعيش في جحيم، جحيم التجاهل، جحيم النسيان، إزاء عدم معرفة مصير أبنائهم. بينما أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن ملف الإخفاء القسري في العراق مرتبط بالقضايا السياسية بالدرجة الأساس، وأن الحكومات المتعاقبة بعد العام 2003 لم تتعاطى بشكل جدي وحقيقي مع ملف الإخفاء القسري، واكتفت بمجرد تشكيل لجان لم تعمل بطريقة حقيقية، وبالتالي لم تثمر عن أي نتائج إيجابية. تشير أصابع الاتهام إلى الميليشيات المسلحة المقربة من إيران بالتورط بعمليات الإخفاء القسري في العراق، لا سيما ميليشيا الحشد، بينما تجري تلك العمليات برعاية الحكومات المدعومة من طهران وسط صمت دولي وقضاء متواطئ وانتظار مؤلم ومستمر لذوي المخفيين قسريا لمعرفة مصير أبنائهم. لتسليط الضوء مشاهدينا الكرام على هذه القضية، سيكون معي في هذه الحلقة الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بك دكتورة فاطمة. أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام وضيوفكم الكرام. أهلا بكم، وأرحب بالأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر. أستاذ مصطفى مرحبا بك. حياكم الله، مرحبا بكم وأرحب أيضا بالدكتور حامد الصراف، الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بك دكتور حامد. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا، تحياتي لكم ولضيفك الكريمين ولجمهور. إذن مشاهدينا الكرام، نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. على الرغم من تصديق العراقي وموافقته على اتفاق حماية جميع الأشخاص من جريمة الإخفاء القسري، إلا أنه سجل أعلى نسبة للمغيبين قسرا في العالم بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي أشارت إلى أن أسر الضحايا تعيش في جحيم التجاهل والنسيان إزاء عدم معرفة مصير أبنائهم، ما يثبت أن القوانين والاتفاقيات في العراق مجرد حبر على ورق. لا يعقد مؤتمر دولي لبحث انتهاكات حقوق الإنسان إلا وكان العراق على قائمة الدول التي يتعرض فيها المواطن لأنواع الانتهاكات كافة. وحين يستذكر العالم اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، فإنه لا بد من استذكار ما شهده العراق من إخفاء نحو نصف مليون شخص عقب الغزو الأمريكي عام 2003، ولا سيما بعد تصاعد وجود الميليشيات التي تتحمل جزءا كبيرا من قضايا الإخفاء بحسب مركز جنيف الدولي للعدالة، الذي أكد أن المنظمات المحلية والدولية رصدت استخفافا حكوميا بأرواح كل هؤلاء المغيبين وبمعاناة أسرهم الذين يتعرضون إلى شتى أنواع التخويف والإساءة والضغوط الاجتماعية. السلطات الحكومية في العراق غير جادة في محاسبة المتورطين بجرائم التغييب والإخفاء القسري وفقا لقسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، الذي أشار من قبل إلى وجود تواطؤ واضح بين الحكومات المتعاقبة والميليشيات التي ترتكب هذه الجرائم. في حين أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن ملف الإخفاء القسري في العراق مرتبط بالقضايا السياسية بالدرجة الأساس، وأن الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 لم تتعاطى بشكل جدي وحقيقي مع ملف الإخفاء القسري، واكتفت بمجرد تشكيل لجان لم تعمل بطريقة حقيقية، وبالتالي لم تثمر عن أي نتائج إيجابية. تشير أصابع الاتهام إلى الميليشيات المسلحة المقربة من إيران بالتورط في عمليات الإخفاء القسري في العراق، ولا سيما ميليشيا الحشد، بينما تجري تلك العمليات برعاية الحكومات المدعومة من طهران وسط صمت دولي وقضاء متواطئ وانتظار مؤلم ومستمر لذوي المغيبين قسرا لمعرفة مصير أبنائهم.
أبدأ معك دكتورة فاطمة العاني. دكتورة، القوانين والاتفاقات الدولية، العراق موقع على اتفاقية حماية الأشخاص من الإخفاء القسري وهي اتفاقية دولية، ولكن هذه الاتفاقية مجرد حبر على ورق. العراق يتصدر دول العالم في انتهاكات حقوق الإنسان، لماذا القانون يغيب؟ هل العراق يعني غائب عن هذه القوانين، أم القوانين هي التي تجتزئ العراق وتستثنيه من كل ذلك؟ نعم، إضافة إلى ذلك فأن اللجنة المعنية بالأشخاص المخفيين قسرا قد زارت العراق أيضا بسبب أعداد البلاغات التي وصلت إلى هذه اللجنة والرقم المهول الذي وصل إليه أعداد المخفيين قسرا في العراق، ما يعني أن هناك مشكلة كبيرة في العراق. الحقيقة العراق يعاني من عدم تطبيق القانون. هناك قوانين في العراق على الرغم من أن هذه القوانين لم تخضع للتحديث منذ فترة طويلة، إلا أن هناك حقوق للمواطنين أقرتها القوانين العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية القرن الماضي، وليس الدولة التي جاءت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق. هناك يعني أولاً عدم محاسبة لمن ارتكبوا الإخفاء القسري، خاصة وأن حسب تعريف الإخفاء القسري فإنه ما تقوم به يعني الجهات التابعة للحكومة سواء القوات الأمنية أو الميليشيات أو غيرها، هذه من جهة. إضافة إلى ذلك لا توجد حماية للناس من هذه الجريمة، الحقيقة الجريمة المركبة. هذه هي مشكلة العراق. على الرغم من أن العراق وقع على هذه الاتفاقية، إلا أنه لا يلتزم بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وبكل مرة يقدم مبررات تخص يعني ما يتعرض له من مشاكل، سواء يعني كانت مبرره في السابق العمليات العسكرية ضد ما يسمى بالإرهاب وغيرها من المبررات. ولكن السبب الحقيقي في العراق لعدم يعني وصول إلى حل أو حتى التقدم خطوة باتجاه تقديم حلول لهذه القضية هو أنه لا توجد هناك حكومة في العراق معنية بحقوق الإنسان. هناك انتهاك صريح لكل حقوق الإنسان في العراق، وبضمنها يعني تفشي الإخفاء القسري في العراق، والبلاغات الحقيقة لحد الآن مستمرة كما ثبت. بعض من العراقيين يعني بعض العراقيين يصف حكومات ما بعد الاحتلال بأنها حكومات انتهاك حقوق الإنسان وليست حكومات لإدارة البلد وإدارة أمور الدولة. ابقي معي دكتورة، سوف أعود إليك مرة أخرى. أرحب بي الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. مرة أخرى أستاذ مصطفى، لماذا يغيب العراق عن القوانين الدولية وتغيب القوانين الدولية عن العراق فيما يخص موضوع الإخفاء القسري، عندما يتحدث الصليب الأحمر عن نحو 1,000,000 مخفي قسريا تقريبا منذ الاحتلال؟ أحييك مرة أخرى وأحيي ضيفيك الكريمين الدكتورة فاطمة العاني والأستاذ حامد الصراف الذي انضم إلينا في هذا البرنامج. الحقيقة أن العراق لم يغب عن هذه التقارير أو عن الإشارة إلى الانتهاكات الفظيعة والجرائم الشنيعة التي يشهدها ملف حقوق الإنسان في العراق. العراق حاضر في كل هذه التفاصيل، ولكن السلطات العراقية، هناك حالة من الخصوصية للعراق. العراق تحكمه عصابات إرهابية هي من تقوم رسميا بعمليات الإخفاء القسري وبالقتل على الهوية وبالإعدام خارج القانون وبسائر الانتهاكات المعروفة لحقوق الإنسان. وبالتالي لأن هذه السلطات هي من تمارس بنفسها هذه العمليات الإجرامية، نجد هناك يعني تغافلا حقيقيا عن هذه الإجراءات التي تطالب بها التقارير الدولية. هناك تقارير واسعة كبيرة هناك تقارير كثيرة تتحدث عن انتهاكات واسعة وكبيرة لحقوق الإنسان في كافة المجالات ومن قبل منظمات دولية عديدة، سواء الصليب الأحمر أو جهات أخرى.
منظمة العفو الدولية، منظمة مراقبة حقوق الإنسان، المراصد الدولية مثلا كما تفضلتم، مركز جنيف الدولي للعدالة، وجهات دولية عديدة. ولكن لأن العصابات الإرهابية هي من يعني تحكم البلاد، هي من تنفذ هذه العمليات بشكل مباشر. وهذه القضية، هناك خصوصية أخرى أيضا، أن هذه الجرائم مغطاة بالقضاء. القضاء في العراق المحتل الخاضع لسلطة الميليشيات الإرهابية الإيرانية والتي سلطها الاحتلال الأمريكي أولا على العراق، القضاء في العراق خاضع لهذه الميليشيات من جهة، ويقوم بتغطية عملياتها الإرهابية وانتهاكاتها، هو يحاول أن يجد لها مخارج قانونية لأجل أن يعني تفقد أو يفقد الضحايا مشروعية التقاضي أمام القضاء، المؤسسات القضائية. وبالتالي هناك مشاكل مركبة وعميقة في قضايا حقوق الإنسان في العراق. الموضوع لا يتعلق بمناشدات ولا برصد ولا بمراقبة من قبل المنظمات الدولية والمراصد العالمية الحقوقية في العالم، وإنما كما قلت بإجراءات وممارسات رسمية على كافة الصعد وفي جميع المجالات وعلى مدى السنوات 21 الماضية. وهنا بودي أن أشير إلى نقطة مهمة، وهي أن عمليات الإخفاء القسري لم تحصل في عهد الميليشيات الإرهابية التي سلمها الاحتلال الأمريكي حكم العراق فقط، وإنما بدأت في عمليات إخفاء قسري وانتهاكات لحقوق الإنسان في مرحلة الاحتلال الأمريكي المباشر في السنوات من بين 2003 و2011. في تلك المرحلة بدأت عمليات الإخفاء القسري الواسعة والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، وما شهدناه في سجن أبو غريب وفي المجازر العديدة التي مرت على العراق خلال سنوات الاحتلال الأمريكي المباشر. يعني العراقيون يختزنون هذه الصور وهذه المشاهد وهذه المآسي في ذاكرتهم، ولا يمكن أن ننساها على الإطلاق. نعم، ابقى معي استاذ مصطفى، ورحب بالدكتور حامد الصراف مرة أخرى. دكتور حامد، الإخفاء القسري إلى أي مدى تراه يندرج ضمن مشروع إقليمي ودولي ابتدأ منذ احتلال العراق، وخاصة لنبتدأ أو نبدأ من النقطة التي ذكرها الأستاذ مصطفى كامل عن ممارسات الاحتلال الأمريكي عندما دخل إلى العراق ابتداء من سجن أبو غريب والمعتقلات السرية والعلانية؟ إذن الإخفاء القسري وما يجري من انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، هل تندرج ضمن مشروع إقليمي ودولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيران؟ مرة ثانية شكرا جزيلا دكتور سمير على الاستضافة الكريمة، تحياتي لك ولضيفك الكريمين والمتابعين الأعزاء. الحقيقة هو هذا اللي يفترض أن نركز عليه الآن، لأنه نعرف بشكل منطقي أن الحروب والغزوات والاحتلالات الأجنبية لأي بلد تجلب معها كل الكوارث، كل أشكال الكوارث وكل المآسي والدمار، وملفات الحقيقة عديدة ليست وليدة الغزو في 2003، وإنما أيضا سبقها في الحصار والحروب السابقة التي فرضتها الأجندات الصهيونية الإمبريالية الأمريكية وحتى الإقليمية إلى حد ما. العراق الحقيقة خضع إلى ما يسموه أيضا الإبادة الجماعية بشكل واضح، وعلى على رأي أوليفر رايت يعني وزير الخارجية الأمريكية في الإدارات الأمريكية السابقة، قالتها لما تعرض العراق إلى حصار اقتصادي ووفاة وموت الأطفال بسبب سوء التغذية، قالوها أكثر من نصف مليون عراقي طفل قد مات، فقالت هو هذا ثمن ليس بكبير أزاء الحصار الذي يفرض على العراق. هذه فترة الحصار الحقيقة أيضا تعتبر شكل من أشكال التغييب القسري للأطفال العراقيين. فلذلك إحنا إذا الآن نأتي إلى ما بعد 2003 فحدث ولا حرج، المأساة كبيرة جدا. وأنا أأتيك من بعض الأرقام،
يعني هناك كانت قائمة قدمتها الموساد الصهيونية للجيوش المتحالفة بقيادة أمريكا قبل الغزو ابتداء من الكويت، أنه 500 عالم وباحث في مجالات متنوعة وبالأخص في مجالات الطاقة والطاقة الذرية يجب أما تصفيتهم أو تغييبهم، يعني جلبهم اعتقالهم، وهذا ما جرى بالفعل. هناك عشرات بل مئات الأساتذة تم تصفيتهم أول دخولهم إلى بغداد، وكان هناك عدد من ضباط الموساد دخلوا مع القوات الأمريكية، عدد ليس بقليل، كانوا مدربين أيضا على اقتحام المناطق السكنية، كان هناك نموذج مصغر لبغداد ولبعض المدن العراقية قد تم التدريب عليه في فلسطين المحتلة وفي بعض العواصم الدول المتحالفة. لذلك أنا أقول المسألة ليست جديدة. الصليب الأحمر الدولي أو اللجنة الخاصة للصليب الأحمر الدولي في العراق الحقيقة أحصد عدد الأعداد المغيبين في سنوات محدودة من 2016 إلى 2020. أيضا نأتي إلى هذه النقطة لأنه العملية متواصلة لم تتوقف، ما زال الاحتلال الأمريكي يعني يجد الذرائع من أجل البقاء. اليوم بالذات وزير الخارجية العراقي قال أنه هناك قوى يعني معارضين للتواجد الأمريكي، لكنه التواجد الأمريكي مفروض بما معناه مفروض علينا، وهو هذا اللي الحقيقة بيت القصيد من أنه هم جلبوا داعش، جلبوا الإرهاب الدولي، شجعوا الطرف الآخر الإيراني والميليشيات الولائية من أيضا تتغول في العراق، يعني خلقوا الإرهاب التكفيري الدولي وخلقوا النقيض له، وهذا هو السبب الحقيقي لغياب الأمن يعني توسع دائرة التغييب القسري هذه وغياب الإفلات من أو الحساب، يعني مبدأ الإفلات من العقاب أيضا ثبت على أرض الواقع. نأتي إلى الأرقام، الأرقام تقول بين ربع مليون إلى مليون عراقي مغيب لحد الآن، وممكن العدد يزيد. في الموصل وحدها بعد دخول داعش في 2013-2014 كان عدد المغيبين فقط في الموصل 8000 شخص، في صلاح الدين 15000 شخص، في الأنبار 3000 شخص، في ديالة 2000، في ساحات الاحتجاجات اللي حطت في بغداد أثناء ثورة تشرين المباركة كان أيضا عشرات المغيبين بالإضافة إلى الشهداء 800 شهيد وعدد من الجرحى بلغ تقريبا 30000 جريح ومعوق وعاجز عن العمل. لذلك هذه القضية بالتأكيد إجابة على سؤالك مبرمجة، هناك عمل ممنهج لإبادة جماعية على غرار ما يحدث الآن في فلسطين المحتلة. من هو المسؤول عنه؟ هو الكيان الصهيوني وأمريكا. لماذا؟ لأنه بالفعل لا يريدون للدول البلدان العربية أن تستقر، نعم، صورة لا يريدون أن تكون هناك فعلا حالة من الاستقرار الأمني الاجتماعي والتطور. هذه القضية الآن التي يعاني منها العراق للأسف الشديد، ومثل ما تفضل ضيفك الحكومة التي تأتي وضيفتك العديدة أيضا قالتها، الحكومات التي جاءت بعد 2003 ما هي إلا دمى بيد الاحتلال الأمريكي بالتعاون مع إيران لتسوية بعض الأمور والإشكالات لبقاء نفوذ الدول الإقليمية وأمريكا، والكيان الصهيوني هو الرابح الأول والأخير من كل ما يجري إذا كان في العراق وإذا كان، نعم، في فلسطين وحتى لو الدول العربية. ابقى معي لو سمحت دكتورة، أعود إليك مرة أخرى. دكتورة فاطمة، أعباء نفسية واقتصادية باهظة تتحملها عائلات ذوي المخفيين قسريا مع وجود حكومات تعمل على إدارة بحسب ما يصفها العراقيون، تعمل على إدارة الانتهاكات وعدم وضع حد لها، هنا أصبح ذو المغيبين قسريا أمام موقف من الصعوبات النفسية، الصعوبات الاقتصادية نتيجة الابتزاز من قبل الميليشيات. يا ترى ما هو أمامهم؟ ما هي الخيارات أمامهم؟ نعم، يعني كما تفضلت، يعني في الحقيقة هي يعني
هذه الجريمة يعني تسبب آلام يعني غير محتملة، يعني لو كان الشخص يعني معلوم مصيره سواء كان حي أو ميت كان الألم أخف، ولكن غير معلوم مجهول مصير هذا الألم مضاعف. يعني من مسؤولية، أنا أعتبرها مسؤولية العوائل، هي المسؤولية الأولى أن تقوم بالإبلاغ عن حالات الإخفاء القسري، أن تقوم بالتعاون مع المنظمات، مع المراكز الحقوقية، مع كافة الجهات الدولية من أجل تثبيت يعني مكان سواء معلوم أو مجهول مكان اختفاء أبنائهم وطريقة اختفائهم. هذه مرحلة وخطوة مهمة من أجل أولا ضمان الحقوق مستقبلا، وأيضا لأنها تثبت أن هذه العوائل قد ارتكبت ضدها انتهاكات، لأن جريمة الإخفاء القسري هي ليست جريمة ضد المخفي بنفسه، بل هي أيضا جريمة ضد أسرته وعائلته التي تعاني الأمرين بسبب هذا الاختفاء، خاصة وأن هذا التأثير يشمل يعني كافة النواحي الاجتماعية، الاقتصادية، المالية، الأعباء النفسية، الحقوق التي يجب أن يتمتع بها هؤلاء كونهم أبناء هذا الوطن. يعني الكثير الحقيقة يعني الأشياء التي تترتب على هذه الجريمة. لذلك من المهم التواصل دائما وعدم السكوت، حتى يعني لدينا يعني حالات إخفاء نعرف جيدا يعني وقع ضحيتها نساء، ونعرف جيدا يعني تقاليد وعادات المجتمع العراقي، يعني هذه بالنسبة لهم يعني جريمة يعني أكبر، لأنها عار، لأنها تمس الشرف وتمس العرض. ولكن السكوت عنها أيضا هي يعني غبن لحق هذه الضحية من أجل أن يتم العثور عليها والعثور على مصيرها على الأقل. يعني هذه الوضعية التي الآن تعيشها العوائل يعني جعلتهم في متاهة، لا يعرفون يعني إلى أين ستصل الأمور، يعني دوامة من الآلام، دوامة من العذاب، دوامة من يعني فقدان الحقوق. كل هذه من يعني المنطقي ومن العقلاني أن تدفع بهذه العوائل إلى التوجه والإبلاغ من أجل العثور على مصير أبنائهم، وعدم التنازل عن الحقوق، سواء تطلب منهم الحكومة أن يقوم باعتبارهم يعني أشخاص متوفون، عليهم عدم الرضوخ لهذه الضغوط وعدم الرضوخ إلى ما يتعرضون له من تهديدات، من يعني إذا قاموا بالإبلاغ. نعم. كل هذه أمور يجب أن تقوم بها العوائل حرصا على وضع هذا المخفي ووضع العائلة بالكامل. نعم دكتورة. أستاذ مصطفى كامل، مشروع التغيير الديموغرافي من المستفيد منه وأين موقع الإخفاء القسري منه؟ هذا سؤال بالغ الأهمية، ويقع في صلب الجريمة الأساسية التي ارتكبتها الولايات المتحدة وحلفائها بغزو العراق. موضوع التغيير الديموغرافي موضوع بالغ الأهمية، وهو يعرفه العراقيون جيدا ويعرفون تفاصيله، وحدث بالدرجة الأساس في مناطق حزام بغداد. نعم. هذه المناطق ذات الغالبية العربية السنية تحديدا تعرضت خلال السنوات التي تلت الاحتلال الأمريكي البريطاني الإيراني للعراق، تعرضت إلى عمليات تغيير ديموغرافي واسعة، وخصوصا في مناطق أبو غريب، في مناطق جرف الصخر، المحمودية، المشاهدة، والطارمية، والمناطق القريبة من ديالة. هناك أيضا جريمة جديدة تضاف من خلال إنشاء مدن سكنية جديدة محيطة ببغداد في إطار التغيير الديموغرافي، وليس في إطار توفير مساكن للمواطنين، لأن رغم أن العراق يعاني من نقص حاد في الوحدات السكنية، وهناك حاجة كبيرة لتوفير ربما مئات الآلاف من الوحدات السكنية،
ولكن بث نقاط جديدة محيطة ببغداد لأغراض التغيير الديمغرافي. هذا جزء من مشروع الاحتلال وجزء من مشروع التغيير لأسباب طائفية وبدوافع إجرامية. عمليات التغيير الديمغرافي نجدها من خلال أيضا الإخفاء القسري كما تفضلتم في مدن عديدة محيطة ببغداد بالدرجة الأولى. لذلك هذا الموضوع ينبغي أن ينظر إليه في هذا الإطار، في إطار موضوع الإخفاء القسري، يعني أيضا ينظر إليه في إطار مشروع التغيير الديمغرافي في إطار مشروع محو العراق الأصيل وقطع كل الجذور بتاريخه وحضارته وانتمائه العربي والإسلامي، إحلال مجاميع سكانية. يجري الآن إحلال مجاميع سكانية غريبة عن العراق، مستوردة في مناطق معينة من العراق. هناك عمليات تغيير ديمغرافي تجري في الموصل أيضا، في ديالة، في سامراء، المناطق المحيطة في سامراء بالذات، مناطق طبعا جوف الصخر المحتلة، هناك منطقة العوجة في تكريت التي أيضا أقصي سكانها منذ أكثر من نحو 10 سنوات أو 9 سنوات تقريبا، يمنعون أيضا من الوصول إلى ممتلكاتهم تماما كما يحصل في منطقة جوف الصخر. هناك عمليات تغيير ديمغرافي في المحمودية وفي الإسكندرية وفي اللطيفية، الحصوة في جنوب بغداد يعني، وهناك أيضا في مناطق أبو غريب وما حولها. في داخل بغداد نفسها هناك عمليات تغيير ديمغرافي بشكل أو بآخر خلال السنوات الماضية حدثت. هذه العمليات يعني يجب أن تفهم في إطار مشروع الاحتلال الذي هو مشروع شامل، مشروع لتدمير العراق. حضرتك أشرت قبل قليل في سؤال الأستاذ الصراف عن موضوع المشروع الإقليمي والدولي، نعم، ودور هذا المشروع في الإخفاء القسري وفي تدمير العراق. يعني عمليات تدمير العراق هي جزء، عمليات الإخفاء القسري هي جزء من عمليات تدمير العراق بشكل أوسع. ولذلك فإن الأطراف الإقليمية والدولية التي ساهمت في عمليات غزو العراق واحتلاله، وحتى قبل الغزو والاحتلال في مرحلة التحرير السيء الذي شهدها الإعلام العالمي والأجواء الدبلوماسية والسياسية في عقد التسعينيات من القرن الماضي ومطلع القرن 21 التي سبقت غزو العراق، كانت كلها ممهدة لهذا المشروع التدميري الهائل الذي نجد واحدا من أوجه ملامحه الأساسية هي عمليات الإخفاء القسري، عمليات الانتهاكات الواسعة، عمليات التغيير الديمغرافي، عمليات استقدام مجاميع من سكان خارج الحدود، عمليات يعني تغيير جدي وحقيقي، عمليات قفل المدن ومنع المواطنين وتهجير أبنائها ومنع المواطنين السكان من الوصول إلى ممتلكاتهم ومساكنهم ومزارعهم وما يمتلكونه في هذه المدن، ما حصل في جوف الصخر والعوجة على سبيل المثال. كل هذه جزء من مشروع التدمير الأوسع. هناك قضية أيضا في مجال الإخفاء القسري يجب أن لا ننساها، وهي وإن تقادمت يعني في الزمن، ولكن الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وهي جريمة إخفاء الأسرى العراقيين في السجون الإيرانية منذ حرب الثمانينيات والعدوان الإيراني ضد العراق الذي شهدناه في عقد الثمانينيات. هناك أعداد غير معروفة على الإطلاق، يعني غير محصورة بالضبط، من الأسرى الذين ما يزالون مفقودون أو مفقودين، لا تعرف مصائرهم. إذن جرائم الإخفاء القسري لها جذور عليهم. لها جذور تاريخية، لها جذور بعيدة، ابتداء من الحرب التي شنتها إيران على العراق، والحصار الاقتصادي مثل ما تفضل أيضا دكتور حامد، وتغييب الأطفال أي قتل الأطفال عمدا. أستاذ مصطفى أبقى معي لو سمحت، سوف أعود إليك، فقط أنتقل للدكتور حامد في سؤالي. الكثير من المراكز الحقوقية مثل مرصد أفاد، الكثير من المنظمات التي تنادي بحقوق الإنسان، يعني
أرسلت نداءاتها إلى العالم لكي توقف يعني جرائم الإخفاء القسري في العراق، ولكن مع يعني اعتبار هذا الملف، ملف الإخفاء القسري، هو من ضمن القضايا السياسية المستوردة أمريكيا والمراد تطبيقها في العراق منذ عام 2003 وإلى الآن، يا ترى هل نداءات هذه المراكز الحقوقية ستكون هواء في شبك؟ للأسف الشديد نعم، هذا ما شفناه احنا، يعني حتى في تقارير المنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني يقولون الكثير، لكنه يصطدمون بواقع مرير، هو أنه رفض الجهات النافذة في العالم، يعني الولايات المتحدة الأمريكية ومن يقف معها إذا كان في الأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي، وإذا كان حتى في محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العفو الدولية، وشفناها الحقيقة في أكثر من مناسبة، يعني منظمات مثل منظمة Human Rights Watch بالضبط تقول كثير من التقارير، لكنه كثير صدرت من التقارير ولكن لا جدوى. نعم. نعم لا جدوى، لأنه القضية مسيسة، يعني القضية فيها لعبة، فيها توازنات معينة تثار إعلاميا بروباغاندا من قبل أمريكا لابتزاز هذا الطرف على حساب الطرف الآخر، وهكذا دواليك، يعني المسألة لا تعد من ضمن يعني فعلا برنامج لحماية حقوق الإنسان العراقي. هذه قضية متأخرة جدا، بدليل أنه لما دخلوا الأمريكان لأسباب، لما غزوا العراق بشكل غاشم خارج يعني الشرعية الدولية، خارج قرارات مجلس الأمن الدولي، كان هناك رفض فيتو روسي صيني فرنسي، يعني هي وبريطانيا فقط اللي صوتوا من يعني بين الدول الدائمة العضوية، هي وبريطانيا فقط اللي وافقوا، ثم اجتاحوا العراق. ماذا حدث؟ اجتاحوا العراق لماذا؟ لأنه يريدون العثور على يعني أسلحة دمار شامل، واتهام العراق والنظام السابق بأنه له علاقة بالقاعدة والإرهاب الدولي، وطبعا حماية حقوق الإنسان وبناء الديمقراطية، كلها أكاذيب الحقيقة، أثبتت ال 21 عام بل منذ الأيام الأولى على لسان جورج بوش ابن نفسه، هو قال لم نجد لا أسلحة دمار شامل ولا هناك علاقة، وكل التقارير الدولية وجنرالات الأمريكان أثبتوا أنه بالفعل قضية حقوق الإنسان هذه حجة ذريعة تستخدم لاجتياح أي بلد، بدليل الآن ماذا كيف ينتهك الآن حق الإنسان الفلسطيني، ما هو الآن أكثر من واحد تقريبا 41 ألف شهيد خلال تقريبا 11 شهر، ماذا فعلت أمريكا بحقوق الإنسان في غزة وفي الضفة الغربية؟ نعم. لذلك هذه أكاذيب يراد منها فقط ذر الرماد في العيون، يراد منها يعني بالفعل تنفيذ برنامج صهيوني إمبريالي قذر، هو أنه الاستحواذ على هذه المنطقة، التوسع الصهيوني من الفرات إلى النيل، هذه قضية يجب أن ندركها بشكل جيد، وهذه أعلنوها ويعلنوها الجميع الآن، من أنه الصهاينة ومن وراهم حتى أمريكا الآن، وأنا خليني أكون شوية أكثر صراحة في هذا الموضوع، أمريكا نفسها هي مستعمرة صهيونية الآن في هذا الوقت، على لسان أحد الصحفيين الأمريكان يقول علينا قبل تحرير فلسطين أن نحرر أمريكا، اللوبي الصهيوني هو الذي يتحكم، لذلك العراق الآن يعتبر مركز مهم للنشاط الصهيوني، هذه قضية، لذلك كل الدوائر الصهيونية تعمل من أجل تفتيت النسيج الاجتماعي والصف الوطني العراقي، جندت إيران وجندت دول الجوار، الدول العربية، دول الخليج، الكل تم تجنيدهم خلال تقريبا 50 عام من أجل تدمير العراق، من أجل أن نصل إلى هذا اليوم، وهو تغييب الكادر الإنسان العراقي، انتهاك حقوق الإنسان، المقابر الجماعية، الهجرة القسرية، التغيير الديموغرافي اللي نعيشه الآن، حتى الآن هي دخلت الموساد ودخلت المنظمات الصهيونية للاحتلال، احتلال العراق الآن، هناك مدن في الوسط والجنوب وحتى في شمال العراق الآن بحجة الاسترجاع الممتلكات اليهودية اللي هجروا بعد ما سمي بالفرهود في خمسينات القرن الماضي، الآن بدأوا يسترجعون بل يثبتون الآن مراكز للموساد والسي آي أي في مراكز مهمة، إذا كان في بغداد موجودة حتى في المنطقة الخضراء الآن للعلم، يعني وهذه معروفة، حتى معروفة لدى هذه الحكومة العميلة التي جاءت بها أمريكا وإيران، هذه القضايا الحقيقة الآن
لا تمس فقط يعني مستقبل المغيبين للأسف الشديد وعوائلهم والشهداء العراق على مدى عقود من الزمن، وإنما أيضا الآن تمس جوهر بقاء العراق على الخارطة، بقاء بلد موحد أرضا وشعبا. هذه المسألة يجب أن ننتبه إليها، لأنه مستقبل العراق ومستقبل شعب العراق والأجيال القادمة بالفعل مهددة. علينا أن ندرك حجم المأساة اللي للأسف الشديد إن لم يعني نسارع الأحداث ونجنب بلدنا مآسي كثيرة الحقيقة. ممكن أن للأسف عند هذه النقطة لنقف عند هذه النقطة وننطلق منها دكتور حامد في سؤالي لدكتورة فاطمة. دكتورة فاطمة، يعني هناك تغييب إن صح التعبير ثقافي، محاولات لطمس الهوية الثقافية للعراق، وهناك تغييب بشري قسري، أي إخفاء الأجساد وإخفاء الناس والبشر عن الأنظار تماما. يا ترى طبعا مع وجود الأمم المتحدة ولجانها ولجان حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والتقارير الدولية التي تصدر بين الفينة والأخرى والتي تطالب الحكومة بأن تتعامل مع هذا الملف من وجهة نظر إنسانية وليس سياسية، ولكن لا جدوى. دكتورة فاطمة، ما هي الحلول برأيك؟ نعم، يعني هو كما معروف يعني الأمم المتحدة هي ليست دولة بل هي مجموعة من الدول، وقرارات الأمم المتحدة يعني تخضع لهذه الدول، ونعرف جيدا أن أمريكا وحلفائها يسيطرون على جميع مفاصل الأمم المتحدة، بل إن حتى مقر الأمم المتحدة هو في نيويورك. يعني الذي نريده أن يعرفه الناس أن توثيق، هناك شيئان، هناك التوثيق والذي يثبت حقوق أي مواطن وحالته وضعه في المجتمع وفي بلده واسترجاع الحقوق. إذا كانت الأمم المتحدة غير قادرة على تحويل هذا الملف إلى الجنائية الدولية، من حق أي مواطن أن يقوم برفع قضية طبعا بعد الاستشارات القانونيه حتى لا يكون يعني خساره القضيه يعني هو الامر المرجح، واستشاره محامين مختصين في هذه القضايا وتحويل هذه والقيام بالشكاوى لدى المحكمه الجنائيه الدوليه، خاصه وان العراق يعني لم يوقع على يعني محكمه الجنايات الدوليه ولم ينضم اليها ولا يطبق اي يعني بصوره كامله اي من مواثيق الامم المتحده والمعاهدات التي وقع عليها، ولا يحترم حتى حقوق الانسان. لذلك بالامكان اللجوء الى الجهات الدوليه، هذه من جهه من اجل استحصال الحقوق. وهناك يعني نذكر جيدا ايام بدايه الاحتلال عندما تعرض المواطن البصري الى الانتهاك، كيف تم الاقتصاص من الجنود البريطانيين هنا لدى المحاكم البريطانيه وحصل على تعويض نتيجه الانتهاك الذي تعرض له. لا يجب الياس، هذه من جهه. الجهه الثانيه، الحل بيد الشعب العراقي. لا يمكن للشعب العراقي أن ينتظر من أي دولة ثانية، من أي أمم متحدة أو أن تأتي منظمة حقوقية لكي تقاتل. الشعب العراقي مسؤول عن استرجاع حقوقه. الشباب ضائع، حتى الأطفال ضائعون، النساء ضائعون، الكبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الأمراض النفسية، لا توجد رعاية صحية، وطن تائه ضائع بين الفاسدين، ميليشيات تسيطر على مفاصل الدولة، لم يبقى دولة في العراق. لذلك على الشعب العراقي أن يسترجع دولته ويسترجع وطنه، خاصة وأن الظروف الحالية والمستقبل يعني هي ليست بشر، بالعكس هي نذير أن العراق فعلا سوف يتلاشى كما تفضل ضيوفك الكرام. لم يعد هناك يعني حتى الآن أصبح توطين الأفغان، توطين الباكستان، اللاجئون وغيرها، وهذه من ضمن يعني سلسلة ممنهجة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق من أجل تدمير العراق ومحو العراق من الخريطة، خاصة لأنه معبر ومحور
لجميع دول المنطقة. ونعرف جيدا أن العراق كان يسمى بوابة الأمة العربية الشرقية الحامي للعروبة من الاندثار، فأصبح الآن العراق هو بوابة لجميع التغيير الديموغرافي الذي سوف يحدث ليس في العراق، في العالم كله. وصلت الميليشيات حتى الى اوروبا، ويعني وشاهدنا بأم عيننا ماذا حدث. اذا مسؤوليه الشعب العراقي هو استرجاع الوطن، استرجاع الحقوق بنفسه. لا يمكن ان ننتظر من احد ثاني ان يعني ان يقوم بهذه المهمه. وكما يقول مثل ما حك جلدك مثل ظفرك، ونحن أعرف بشؤون بلدنا من غيرنا. فلذلك يعني المسؤولية دائما والعنصر الفاعل دائما هو الشعوب وليس غيرها. نعم دكتورة فاطمة. أستاذ مصطفى كامل، يعني أين سنة السلطة من ملف المغيبين قسريا؟ هؤلاء الذين يدعون تمثيل العرب السنة في العراق هم جزء أساسي من مشروع الاحتلال، وهم جزء الأمريكي، وهم جزء أساسي من مشروع التغيير الديمقراطي، وهم جزء أساسي من مشروع الانتقام الطائفي الذي يجري تحقيقه في العراق من قبل الميليشيات الإرهابية الإيرانية الحاكمة أو المتحكمة بشؤون البلاد. هؤلاء يعني لا يدافعون عن حقوق من يدعون تمثيله، ولكن هم جزء أساسي كما قلت من الجرائم المرتكبة بحقهم، بحق هذا القطاع العريض. أنا لا أحب حقيقة استخدام كلمة مكونات، لأننا شعب العراق ولسنا مكونات في داخله. نحن لسنا يعني شركاء كما يزعم في الوطن، إنما نحن جميعا أبناء هذا الوطن. ولذلك يعني الذي يجري من قبل هؤلاء أو الذي يقوم به هؤلاء الذين يدعون تمثيل العرب السنة في العراق هو جزء من المؤامرة كما قلت، جرى تغييب الممثلين الحقيقيين لهذه الفئة الواسعة والقطاع العريض والأساسي من أبناء العراق، واستخدام شخصيات هزيلة وعميلة وتشكيلات وأحزاب ومنظمات وهمية وعميلة وخانعة للعدو الأمريكي والعدو الإيراني. وبالتالي يعني تسليمهم واجهة هذه الفئة العراقية التي تسمى فئة العرب السنة والادعاء بتمثيلهم. هؤلاء ينقصون على جراح العرب السنة، وهؤلاء يسرقون ما يسرقونه باسم العرب السنة وباسم معاناة العرب السنة، سواء يسرقونها من داخل العراق أو الأموال يعني المستحصلة من داخل العراق أو من خارج العراق. نحن نتذكر جيدا ما حصل في موضوع يعني تعويض النازحين والمهجرين، وكيف استولت تلك الجهات على مبالغ طائلة لا يمكن حصرها. كل هذا يجري في إطار المشروع الاحتلالي كما قلت سابقا، وأعيد وأكرر أن هؤلاء الذين يظهرون على الشاشة من ساسة الاحتلال سنتهم وشيعتهم وكردهم ومسيحييهم وتركمانهم وكل الذين يدعون تمثيل هذه الفئات، إنما هم ضالعون في الجرائم المرتكبة ضد أبناء العراق. هؤلاء لا يمثلون العراقيين بكل فئاتهم، أديانهم، طوائفهم، أعراقهم، إنما يمثلون مصالحهم الشخصية ويدافعون عنها وأحزابهم وفئاتهم العنصرية، وطبعا ينفذون ويمثلون برامج وأجندات إجرامية إيرانية أو غير إيرانية، صهيونية بعضها، أمريكية بعضها، وإلى آخره. هؤلاء لا يمثلون العراق، وبالتالي يعني هم يسيدون من معاناة هذه الفئة التي تقع عليها، وقع عليها أيام الاحتلال الأمريكي المباشر، ويقع عليها الآن في زمن الاحتلال الميليشياوي.
ظلم كبير ومعاناة كبيرة، هناك يعني انتهاكات لا يمكن أن تحصر. لو جلسنا الآن، لو عددنا لجنة من عشرات الأشخاص وجلسنا لندون هذه الجرائم التي ارتكبت بحق العراقيين وبحق فئة العرب المسلمين السنة بالذات خلال السنوات ال21 الماضية، لما كفتنا أشهر ومجلدات من اللي حصر هذه الجرائم. لذلك أنا أتفق مع السيدة فاطمة العاني في موضوع أن الخلاص هو بيد العراقيين وليس بانتظار يعني تغير المزاج الدولي أو اتجاه القرارات الدولية. هذه القرارات الدولية لا يمكن أن تأتي في ظل يعني عدم وجود فعل عراقي حقيقي شعبي على الأرض. عندما يكون هناك تغيير حقيقي في العراق من داخل العراق، هناك في هذه الحالة يمكن أن نتلمس أو نتوقع تغييراً أو تغيراً في المواقف الدولية. المواقف الدولية لا يمكن أن تمنح للعراقيين مجاناً لصالحهم. هذه المواقف الدولية والإقليمية يجب أن لا ننسى أن جزءاً منها هو من قام بجريمة الاحتلال وما ترتب عليها من كوارث، وجزء آخر كان مسانداً، وجزء ثالث كان ساكتاً على الأقل. ولذلك هذه الجهات، هذه الأجزاء الثلاثة التي قامت والتي ساندت والتي سكتت، لا يمكن أن تغير موقفها مجاناً. يجب أن يقوم العراقيون بفعل حقيقي على الأرض لاستخلاص حقهم من أيدي وبراثن هذه العصابات الإرهابية التي تمارس انتهاكاتها بشكل واسع. وعملية أو جريمة التغيير الديموغرافي والإخفاء القسري هي واحدة من أوجه هذه الانتهاكات. اليوم حصل على سبيل المثال، حصلت مظاهرات أو تجمعات لأجل المطالبة من قبل مجموعة من خريجي قطاع المهن الصحية للمطالبة بحقوقهم، فجرى قمعهم ويعني ارتكاب أبشع الانتهاكات بحقهم، وهناك إصابات وهناك يعني كسور وهناك حقيقة يعني مواجهات ربما قد يسقط من جرائها، يعني قد تحمل لنا الأخبار أن هناك من سقط من جرائها ضحايا. لذلك عملية انتهاكات واسعة وشاملة ومستمرة وترتكبها السلطات الحكومية مباشرة، وليس فقط بعلم منها وإنما هي ترتكبها والقضاء يغطي ذلك. شكرا استاذ وممولة بالمال العام. نعم دكتور حامد، في دقيقة لو سمحت، يعني مع وجود منظومة قضاء تخدم نظام المحاصصة ووجود منظومة قضاء تجرم الشريف، تجعله مجرما وتخفيه وتقصيه من المجتمع نهائيا، لأنه يكشف حقائق، لأنه يوضح أشياء مهمة للمجتمع، وعلى هذا الأساس يعمل نظام المحاصصة بسبب الحاجة لاستمرارية فساده. من وجهة نظرك، هل ستكون هناك ثورة على غرار ثورة تشرين؟ من وجهة نظرك بالتأكيد هناك يعني الآن مقدمات لأنه الاحتلالات الأجنبية، الاحتلال الأمريكي، النفوذ الإيراني، النفوذ العربي حتى الخليجي، واضح الآن أولا قلنا تشويه النسيج الاجتماعي وشق الصف الوطني، لكنه العراقيين أنا أعتقد الآن أصبحوا مدركين جيدا أنه الوضع لا يتحمل أكثر من ما تحمل خلال هذه العقود الأخيرة، والاحتلال يجابه بثورة تحرر وطني وحق تقرير المصير، يعني على غرار ما يحدث في فلسطين محتلة. نحن الآن بلد محتل، وخصوصا قواعد أمريكية موجودة، وهناك إرهاب دولي وهناك نفوذ ميليشيات ولائية، فعلينا أن ندرك بأنه الثورة الوطنية التحررية العراقية الكبرى هي الحل، لا يوجد حل آخر. ما يجري الآن من احتجاجات هذه مقدمات، لأنه بالفعل ممكن ليس فقط استعادة ثورة تشرين، أنا لا أسميها تشرين الآن، أسميها ثورة تحرر وطني عراقية كبرى لتحرير العراق أولا من الغزاة والمحتلين المجرمين، وثانيا إسقاط نظام العمالة، نظام المحاصصة الفاسد الفاشل
وبالتأكيد راح يلحق تغييرات كبيرة. القضاء هو ملحق بهذا النظام، نظام المحافظة المقيتة مسيس طبقا لما يراه الأمريكي والإيراني وهذا النظام صنيعة هؤلاء الغزاة. لذلك أنا أعتقد الشعب العراقي وعبر منبركم الموقر أنه بالفعل علينا أن نستعد، لأنه لابد من تغيير، لابد من تحرر. العراق مكبل، العراق الآن مرتهن بيد أجندات خارجية، فلا بد من إسقاط هذا النظام وتشكيل حكومة انتقالية، حكومة تكنوقراط وطنية حقيقية لفترة انتقالية تعيد كتابة الدستور، نعم. ثم تهيئ الانتخابات عادلة حرة ونزيهة بعد مرور عامين أو ثلاثة أعوام، لكنه شكرا. يجب خروج العراق من دائرة الاحتلال والصراعات الإقليمية والدولية. شكرا نعم. دكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي، وشكرا أيضا دكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، وشكرا أيضا الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر. في الختام تقبلوا مني مشاهدينا الكرام أطيب تحية، وإلى لقاء آخر.